بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروطها، أي في شروط صحة الجمعة. فصل في شروطها، أي شروط صلاة الجمعة. والشرط لا بد من استيفائه، لا بد أن يكون موجودا، وإلا فلا تصح صلاة الجمعة. والشروط هي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: الاستيطان، بخلاف المسافر فلا تجب عليه ولا تصح منه صلاة الجمعة. والخطبتان، لا إذن الإمام، فليس بإذن الإمام بلازم. نعم. أي في شروط صحة الجمعة، وهي الوقت والجماعة والاستيطان والخطبتان. وهي الوقت، لا بد أن تكون في الوقت. وقت صلاة الجمعة محل خلاف، أيبدأ من بعد صلاة من وقت صلاة العيدين بعد الشروق، أم يبدأ بعد أذان بعد دخول وقت صلاة الظهر؟ والصحيح أن وقتها وقت العيدين، لأنها عيد الأسبوع. فالوقت شرط لصحتها. نعم. والجماعة، والجماعة والاستيطان، والجماعة أي صلاة جماعة. العيدين يشترط لها جماعة، وكذا صلاة الجمعة يشترط لها الجماعة. فلا تصح الجمعة من واحد، لو فاتت صلاة الجمعة أو صار واحد هو من أهل وجوبها فصلاها جمعة فلا تصح منه الواحد. نعم. والاستيطان، والاستيطان لازم أن يكون مستوطنا، جالسا جلوسا مستمرا، لا مسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. نعم. والخطبتان، والخطبتان شرط من شروط صحة الجمعة، أن يخطب الإمام خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يفصل بينهما بجلسة خفيفة بقدر سورة الإخلاص. نعم. لا إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان، وأبطأ الوليد بن عقبة فصلى ابن مسعود، وصلى أبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص. وقال أحمد: وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون ولم تنكر هذه الجمع، فكان إجماعا. لا إذن الإمام، فلا يشترط لصلاة الجمعة أن يأذن الإمام بصلاتها. فمثلا لو بنوا مسجدا جديدا غير الأول، فلهم أن يصلوا فيه ما دام تنطبق عليه الشروط السابقة، فلا يشترط إذن الإمام في هذا المسجد
لكن المعتبر والمعروف والمعول عليها الآن أنه لا بد من إذن الإمام حتى لا تتفاوت الصلوات وتكثر صلاة الجمعة، فيشترط لها إذن الإمام لرفع الحرج والمشقة على الآخرين، ولا بد أن يأذن الإمام في ذلك في هذا النظر، يعني لينظر فيه إن كان هناك مسوغ لإقامة صلاة الجمعة أذن، وإلا فلا يأذن، كأن يكون مسجدين تنازع أهل حيهما كل واحد يريد المسجد هذا فاختلفوا، فلا يصح أن يصلوا فيهما معا إذا كان أحدهما يكفي للجميع. واستدل رحمه الله على ذلك أن إذن الإمام ليس بلازم، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الجمعة حينما حصر عثمان، منع رضي الله عنه من الخروج، وبقي في بيته وقتا طويلا حتى تسلق عليه المعارضون وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فعلي رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الجمعة ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، نعم، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان، عثمان الإمام الرسمي المأذون له التي أذن فيها الذي أذن في إقامة صلاة الجمعة والإمام الرسمي، فأذن له بعد هذا، قبل هذا لم يأذن له أحد، وإنما اجتمع الناس فصلى بهم صلاة الجمعة علي رضي الله عنه، وصوبه عثمان. ما قال عثمان رضي الله عنه لعلي: إنك أخطأت، كيف تصلي بالناس صلاة الجمعة بدون إذن مني؟ بل صوبه على ذلك رضي الله عنهما، نعم، وأبطأ. وأبطأ الوليد بن عقبة فصلى ابن مسعود، وصلى أبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص. وأبطأ الوليد بن عقبة فصلى ابن مسعود، أبطأ الوليد بن عقبة، تأخر كثيرا عن حضوره لصلاة الجمعة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصلى بالناس، وصلى أبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص، حين أخر صلاة الجمعة سعيد بن العاص، تقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وصلى بالناس. فيؤخذ من هذه القضايا والتي حصلت أنه لا يشترط لها إذن الإمام، فلو استأذن أبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص ما أذن له سعيد، يقول أنا أحق بالإمامة، ولكنه تأخر فصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالمسلمين صلاة الجمعة لتأخر الإمام. فلو تأخر الإمام مثلا انتظره الناس انتظارا كثيرا وتأخر تأخرا فظيعا طويلا، فلأحد المأمومين أن يقوم ويصلي بالناس صلاة الجمعة وتصح صلاته. وقال أحمد:
وقال أحمد: وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون ولم وكانوا يجمعون ولم تنكر هذه الجمعة فكان إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقعت الفتنة في الشام، الخلاف بين أهل الشام، وقعت بينهم فتنة عظيمة في 9 سنين كلهم في حال فتنة وخلاف، فتقدموا وجمعوا ولم يؤخروا صلاة الجمعة لعدم إذن الإمام، ولم ينكر هذا الجمع فكان إجماعا، ما أنكر عليهم أحد وقال إنكم جمعتم صليتم صلاة الجمعة بدون إذن إمامكم فلا بأس بصلاة الجمعة بدون إذن الإمام. وإجماع وفعلها في الشام بمثابة الإجماع، لأنهم قاموا بصلاة الجمعة ولم ينظروا للإمام ولم يعارض في ذلك أحد. نعم. عن سهل يعني ابن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل. هذه شروط صلاة الجمعة، وهي الوقت، أن تكون في الوقت، فلو صلوها في وقت صلاة العصر ما صحت صلاتهم جمعة، أو صلوها في وقت صلاة الفجر ما صحت جمعة. والجماعة كذلك يشترط أن تكون جماعة، فلو صلاها مفردا واحدا أو اثنين أو خمسة كل واحد على حدة فلا تصح صلاتهم جمعة. والاستيطان لو صلاها مسافر لم يستوطن المكان فلا تصح صلاتهم جمعة. والخطبتان لو صلوها بدون خطبة، تقدم واحد وصلى بالناس صلاة الجمعة بدون خطبة ما صحت، بل لا بد من الخطبة بشروطها. أما إذن الإمام فليس بلازم لوجود المجمع على ذلك. نعم. عن سهل يعني ابن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، ولا نتغدى. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، أي لا نفعل ذلك إلا بعد الجمعة، متفق عليه. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر. نعم. قال: ما كنا نقيل من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، ولا نتغدى. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، أي لا كنا نفعل ذلك إلا بعد صلاة الجمعة، فدل على أنهم كانوا يجمعون يأتون بصلاة الجمعة قبل الزوال، لأن وقت صلاة الجمعة على الصحيح يبدأ من حين وقت صلاة العيد، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح صح أن تصلى صلاة العيد، كما يصح أن تصلى صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي عيد الأسبوع. فيقول الصحابي رضي الله عنه: ما كنا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل هذين الفعلين الغدا ولا القيلولة إلا بعد الجمعة، بعد أن نصلي الجمعة نقيل ونتغدى.
نعم. وللبخاري عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل: وأصرح منه ما في مسلم وأصرح منه ما في مسلم عن جابر: كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فدلت هذه الأحاديث لما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف من جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لقول هذه الحديث المتنوعة المتعددة تدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر. فالجمعة تختلف عن الظهر، الظهر لها حد محدد لا تصح قبله ولا تجوز بعده من حين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله من حين يدخل وقت صلاة العصر. فإذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر، بخلاف الجمعة فالجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر، فنهاية صلاة الجمعة هي نهاية وقت صلاة الظهر، بخلاف البداية فالبداية تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، إلى أن تصلى صلاة الظهر، إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الجمعة مطول، والجمهور على أن صلاة الجمعة ما تصح إلا بعد الزوال، وهذا خلاف الواقع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وللبخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. كانوا لا ينامون بعد صلاة الجمعة، وإنما ينامون بعدها، والنومة هذه تعتبر قبل زوال الشمس. وأصرح منه ما في مسلم عن جابر: كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فدلت هذه الأحاديث لما ذهب كانوا يذهبون إلى بعارينهم وهي تسقي الحرث فيريحونها بعد صلاة الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة يذهبون إلى بعارينهم فيريحونها لتستريح. وكانت العادة في استراحة الإبل عن الحرث والزرع في وقت صلاة الظهر. وأصرح منه ما في مسلم. وللبخاري عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. وأصرح منه ما في مسلم عن جابر: كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فدلت هذه الأحاديث لما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف من جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. احتج به أحمد فصار إجماعا سكوتيا. وعن ابن مسعود: كان يصلي الجمعة ضحى
ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. رواه أحمد. وعن معاوية مبكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي الجمعة مبكرا يعني قبل أن تزول الشمس قبل تشتد حرارة الشمس، يقول عجلت بكم صلاة الجمعة خشية الحر عليكم. وعن ابن مسعود كان يصلي الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. رواه أحمد. وعن معاوية نحوه. رواه سعيد. وفعلها ابن الزبير في وقت العيد وصوبه ابن عباس وأبو هريرة، ولأنها صلاة عيد فجازت قبل الزوال. وللبخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ولهما عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وفي لفظ وليس للحيطان ظل يستظل به، فدلت هذه الأحاديث على شدة التبكير. الحيطان ظل يعني أننا ننتهي من الصلاة قبل أن تزول الشمس، بدليل أنه ليس للحيطان ظل، لأنه إذا كانت زالت الشمس صار للحائط ظلال يستظل به. والصحابة رضي الله عنه يقول البخاري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس قبل أن تزول الشمس. ولهما عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وفي لفظ ليس للحيطان ظل يستظل به، فدلت هذه الأحاديث على شدة التبكير، يعني أنه كانت بعضهم يصليها إذا زالت الشمس، لكن الشمس إذا زالت تأخذ وقتا طويلا ما بعد صار الحيطان ظل يستظل به، فدلت هذه الأحاديث على شدة التبكير. والجمهور أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وقال الزركشي والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار. جمهور العلماء يرون أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، لكن الصحيح أنها تصلح، وقال به الإمام أحمد رحمه الله لأنه أحرص الأئمة على أن يأخذ بالسنة رضي الله عنه ورحمه. وأما وقت الوجوب فبزوال الشمس إجماعا. وعن أحمد أما وقت الوجوب فبزوال الشمس إجماعا، متى تجب صلاة الجمعة؟ تجب بزوال الشمس، لكن قبل أن تزول الشمس تصح الجمعة ولا تجب، لا يجب على المرء أن يصلي الجمعة. مثال ذلك لو أسلم رجل مثلا قبل صلاة الجمعة، أسلم مثلا، متى تجب عليه أن يصلي هذه الجمعة؟ إذا زالت الشمس. وأما وقت الوجوب فبزوال الشمس إجماعا. وعن أحمد وقتها كالظهر وفاقا، ولا ينافي ما تقدم لأن سائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، لا نزاع إلحاقا بها لوقوعها موضعها. آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، لو أخروا الجمعة إلى قرب وقت صلاة العصر فلا بأس، لأنهم لم يخرجوها عن وقتها بعد. أما إذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر فلا يصح تأخير الجمعة إلى هذا الحد،
لأنه يكون انتهى وقت صلاة الجمعة. وعن أحمد ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله كقول الجمهور لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد زوال الشمس، لكن الرواية الأولى أوضح وأشهر. أما وقت الوجوب فبزوال الشمس إجماعا. وعن أحمد وقتها كالظهر وفاقا ولا ينافي ما تقدم، لأن سائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر لا نزاع إلحاقا بها لوقوعها موضعها وفعلها بعد الزوال أفضل لهذه الأخبار وخروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان يصلي وقوعها بعد الزوال أفضل. لما؟ لأنها هذا بالإجماع أنها في وقتها، لكن بعض العلماء لا يرى قونها قبل الزوال، لا يرى صحتها، فلذا نوفق بين الجميع فنقول الأفضل ألا تصلى إلا بعد الزوال حتى لا يقع إشكال على المصلين. ولعل الرواية الإمام أحمد الثانية هذه لدرء الخلاف ولمنع الخلاف بين المسلمين. نعم. وعن أحمد وقتها كالظهر وفاقا ولا ينافي ما تقدم، لأن سائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر لا نزاع إلحاقا بها لوقوعها موضعها وفعلها بعد الزوال أفضل لهذه الأخبار وخروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، فالأولى فعلها بعد الزوال صيفا وشتاء حين تميل الشمس، وإن خرج وقتها قبل التحريمه صلوا ظهرا بلا خلاف لفوات الشرط، ولأنها لا تقضى، لأن وقتها وقت محدد، وقتها ما دامت بعد زوال الشمس يستمر إلى أن يصير وقت ظل كل شيء مثله، يعني ينتهي وقت صلاة الظهر فإن لم يتسع الباقي للتحريمة لقول الله أكبر لصلاة الجمعة فإنها لا تصح حينئذ جمعة، بل عليهم أن يصلوها ظهرا. ولأنها لا تقضى صلاة الجمعة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول السؤال الأول: هل غسل الجمعة واجب؟ لا تتعجل الشيء قبل أوانه، هذا سيأتينا في سنن الجمعة إن شاء الله. السؤال الثاني: إذا ذكر الخطيب أثناء الخطبة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نسكت أو نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي للخطيب أن يخاطب المأمومون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الجلسة بين الخطبتين، واجبة أم سنة؟ وإذا لم يجلس الخطيب ماذا عليه؟ هذه أسئلة ما ينبغي أن تكون الآن حتى ننهي خطبة صلاة الجمعة. إذا أنهينا صلاة الجمعة ولم نذكرها فيسأل عنها، أما أن نتقدم ونسأل أسئلة في الدرس القادم أو الذي بعده أو الذي بعده، هذا لا يليق بنا.
وكذلك هذا الحديث، هذا السؤال أن يخطب شخص ويؤم الناس شخص آخر، كل هذه الأسئلة ما ينبغي أن تسأل حتى ننتهي من صلاة الجمعة ولم نتعرض لها. إذا انتهينا من صلاة الجمعة وفاتت علينا فنسأل عنها، أما قبل أن الآن دخلنا في صلاة الجمعة ثم نسأل أسئلة الجمعة كلها ما يليق بنا ذلك. وهذا هل تجوز صلاة الجمعة أقل من 10 أشخاص؟ هذا كذلك سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: شاب مستقيم ولكنه سرعان ما يعصي الله وينظر إلى الحرام ويفعل بعض الكبائر، ولكنه سرعان ما يتوب ويندم ويتضرع لله ويبكي، ثم سرعان ما يعود للمحرم وهكذا، فهل يعد عند الله طائعا أم عاصيا؟ هذا يعتبر مجاهدا مع الشيطان وفي جهاد مع الشيطان، الشيطان يريد أن يضله وهو يتمسك بالهداية، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إليه ويندم على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود إلى الشر مرة أخرى. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله في الدرس السابق: ومن وجبت عليه انعقدت به، فما المراد بهذا؟ فمن وجبت عليه صلاة الجمعة انعقدت به، يعني تمت صلاة الجمعة بهذا الرجل لأنها وجبت عليه. وأما من لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا تنعقد به. إذا قلنا جماعة الجمعة 3، ما تصح الجمعة إلا ب3: 2 مستمعان و1 خطيب وإمام. فإذا كان الاثنان أحدهما لا تنعقد به صلاة الجمعة فلا تصح منهما الجمعة، وإن كانت تنعقد بهما صحت منهما. يقول السائل: هل يجوز بناء المسجد بمال المخدرات؟ هل تصح يصح بناء مسجد بمال المخدرات؟ نعم، نقول يجوز، يجوز، لكنها لا يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. كذلك المال إذا كان حراما وأراد صاحبه أن يتحلل من هذا الحرام فيجوز له أن يقدمه لفعل الطاعات. فمثلا إذا كان اجتمع عند شخص ما أموال محرمة وأراد أن يتوب فله أن يصرف هذه الأموال المحرمة في طاعة الله، وقد يثيبه الله جل وعلا من أجل محبته التخلص من المال الحرام. وأما المال الحرام فلا يثاب صاحبه عليه، لا يثاب صاحبه إلا إذا نوى التخلص من هذا الحرام. يقول السائل: ما حكم التبول واقفا؟ لا ينبغي مثل هذا إلا إذا كان هناك مبرر، كان يكون المكان نجس فلو جلس فيه لأصابته النجاسة، فيجوز أن يتبول قائما لدرء النجاسة والسلامة منها. فإذا وجد مبرر جاز ذلك. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة قائما. يقول السائل: طالب علم يريد أن يتقدم لخطبة فتاة لا ترتدي الحجاب، لكنه يقول: أشترط عليها أني لا أتقدم إليها بعد التزامها بالحجاب الشرعي، فما نصيحتكم له؟ إذا وثق منها الالتزام بهذا الفعل فله أن يتقدم لخطبتها،
أما إذا لم يثق فلا ينبغي له أن يقدم على خطبة امرأة فاسقة، لأنها فسق، كونها لا ترتدي الحجاب هذا فسق، فلا ينبغي للخاطب أن يخطب المرأة الفاسقة لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: هل يجوز أن يدفن الصبي في البيت إذا ولد جديدا ومات؟ فإذا كان الجواب نعم فما الدليل؟ تشترط علي الدليل؟ لا يليق بك هذا أخي، اسأل هل يجوز علشان أخبرك ولا تسألني عن الدليل. يقول السائل: إنني في مكة وزوجتي في بلدي، وستأتي زوجتي في شهر جماد الأول، ستأتي مع واحد وزوج مع واحد وزوجته وبنتها وزوجتي معهم، هل زوجتي تسافر معهم؟ قال بعض العلماء: يجوز ذلك، لأن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، لكن إذا كان سفرها بناء على طلب زوجها فيجوز لها ذلك، فهذا للحاجة يجوز، وخاصة إذا كانت تسافر معه في الطائرة، وأنت تستقبلها في المطار فهي ما خلا بها هذا الرجل، فيجوز لك ذلك إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل عن صلاة الضحى: ما وقتها وكم عدد ركعاتها؟ فنقول: وقت صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. وأما عدد ركعاتها فركعتان أو أربع أو ست أو ثمان، وهذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى ثمان ركعات، ويجوز لك أن تصليها بركعتين ركعتين، ويجوز أن تجمع الأربع بسلام واحد والأربع الأخرى بسلام واحد آخر، يجوز لك ذلك، وهي سنة مؤكدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها ابن عباس بن مسعود، أمر بها أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، فيستحب للمرء أن يوتر قبل أن ينام إذا خشي أن يفوت عليه الوتر، وأما إذا استيقن القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر آخر الليل. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.